نايل ألمونيوم ميتالز كامباني أليونايل شركة قائمة من سنة 99. مجال أعمالنا في تصنيع وتوريد وتركيب أعمال الألمونيوم من الأبواب والشبابيك، الكيرتين وولز، الكلادينج، السكاي لايت. طبعا خلال السنين اللي فاتت حصل توسع في الشغل بتاعنا، ده أدى لظهور احتياج ومشاكل في جزء السبلاي تشين. كنت محتاج ERP سيستم يقدر يساعدني على يكون في تحكم في الدورة المستندية كاملة لطبيعة النشاط اللي هو خاص جدا ما بين نشاط التصنيع ونشاط المقاولات. في البداية طبعا الشغل كان قبل ERP سيستم، كان على الإكسل والمايكروسوفت أوفيس عامة وبعض البرامج الداخلية. في ملفات إكسل كتير بنشتغل مانيوال كتير. كانت الفكرة كلها في البرامج دي أو الإكسل ما بيطلعش التقارير بالشكل المناسب أو بشكل متعدد، وخاصة في الجزء الخاص بالمشتريات والماتيريال كنترول والمخازن. كانت بتقابلنا بس مشكلة في حتة إن هي كل تقرير منفصل ولازم إحنا بنجمعهم بره خارجيا. منها مثلا في موضوع البرتشيزنج كان عندنا إن إحنا بنتعامل أكتر بالأوراق يعني مانيوال في حتة البي أو. فكان فكرة الـ ERP system أو إن أنت تضيف system للشركة يسهل عليك حاجات كتير. فكان بالتعاون مع شركة بي 1 قدرنا إن احنا ندخل برنامج الـ SAP Business 1، وقدرنا في 3 شهور إن احنا نخلص الـ implementation بتاعنا كامل. أنا كان ليا طلبات كتيرة جدا كلها اتحققت فعلا، سهل لنا المشاكل وحللنا مشاكل كتير. طبعا لما استخدمنا الـ software إنه الـ PO بقى organized والـ database بتخزن كل حاجة، وسهل إن احنا نرجع نعمل access عليها ونشوف الـ status بتاع الـ PO هل هو delivered ولا لا. العملية كلها بقت مربوطة مع بعض من اول المشتريات، من اول الريكوست ما بيتعمل لحد ما تعمل الاضافه تقفل الريكوست، كل ده بعمليه واحده بنقدر نعملها، بقت مربوطه ببعضيها والنتيجه الريزلت واحد مظبوط. وانا من 2018 لغايه 2022 ساتسفاي جدا الشغل على السوفت وير. طبعا في وقت الامبلمنتيشن كان معانا بي 1 ساعدونا ودونا سبورت ممتاز، الحمد لله يعني حققنا نجاح ان احنا عملنا الامبلمنتيشن في فتره قياسيه. تعاملنا مع شركه بي 1 سوفت وير كتكنيكال سبورت لينا ميزه كبيره جدا، لان هو سريع جدا في الاستجابه لينا لاي طلبات احنا بنطلبها، التقارير اللي بنطلبها لو عندي مشكله تكنيكال بيحلها لي بمنتهى السرعه في استجابه سريعه. وبي 1 سوفت وير تكنيكال سبورت ساعدونا كتير جدا في ان احنا نعدي مشاكل كتير كان بتقابلنا واحنا بنشتغل، وده سهل علينا الشغل بتاعنا وحققنا كل اهدافنا بنسبه مثلا فوق ال 95%. فاحنا عندنا حاله رضا تام للتكنيكال سبورت اللي بيتعاملنا مع شركه بي 1 سوفت وير.